فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الشيخ قوله في الربا أنه إذا أسلم، لو أن أحدا تاب من الربا يلزمه أن ينخلع من كل ماله أو يترك ما بقي من فوائد الربا؟ لأن بعضهم يذكر أن على المرابي إذا تاب أن ينخلع من كل ماله، يخرج صفر اليدين، ومنهم أن يقول ليس له أن يحافظ على ما في يده ويترك بقية الفوائد، يعني لو تاب حل له ما في يده من ربا سابق. إذا تاب إلى الله وكان الربا قد استهلك وذهب إنه لا يطالب به، أما إذا تاب إلى الله وعنده أموال مجتمعة من الربا فإنه لا يجوز له أن يأكلها ولا أن يتمولها، وإنما يتخلص منها، أن يضعها في مشاريع عامة، لأنها تكون كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فتوضع في المشاريع العامة لمصالح المسلمين ويتخلص منها. نعم. إذا ما كان يعرف عنده مليون أو عشرة ملايين قدر، إذا لم يعرف يقدر ويحتاط.